طالبان في مرمى الاتهامات من جديد. تقرير للأمم المتحدة يتهم الحركة بتصفية أكثر من 200 مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن خارج نطاق القضاء منذ وصول الحركة إلى الحكم قبل عامين. بحسب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، فإن عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات السابقة كانت الأكثر استهدافاً. تشير البعثة إلى توثيقها ما لا يقل عن 800 انتهاك لحقوق الإنسان في حق مسؤولين سابقين بالحكومة الأفغانية إلى غاية نهاية يونيو الماضي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن التقرير يقدم صورة واقعية عن معاملة الأفراد الموالين للحكومة السابقة وقوات الأمن. اتهامات قبلتها الحركة بالرفض، مؤكدة أن لا علم لها بأي حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤول طالبان أو موظفوها. الانتقادات الحقوقية لحكومة طالبان ليست الأولى من نوعها، فالحركة ما فتئت تواجه اتهامات أممية ودولية تنتقد تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، لا سيما ما تعلق منها بحقوق المرأة والأطفال. وازدادت حدتها بعد قرار سلطات طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى المنظمات الدولية. طالبان التي تدافع عن نهجها في الحكم تطالب بالمقابل الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الاعتراف بالحركة ودعم الاقتصاد الأفغاني بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني جمدها بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعد سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان. وبين الاتهامات الغربية ومطالب حكومة طالبان، يأمل الأفغان نجاح جهود الوساطة الدولية لحلحلة الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تخفف من معاناة إنسانية ما فتئت تتفاقم.